تقول: هل يلزم سترة للمصلي عندما يصلي في الحرم بسبب الزحام؟ هل يلزم سترة للمصلي في الحرم؟ مصلي في الحرام إن كان يصلي مع الإمام فسترة الإمام سترة لجميع المصلين، الحمد لله ما يحتاج. أما إذا كان يصلي وحده في المسجد الحرام وفي زحمة فلا يعرقل الناس ويعرقل السير ويمنع المارة ويحط له سترة الله، هذا رفع للحرج الحمد لله، وما جعل عليكم الدين من حرج. والسترة سنة ما هي بواجبة، فإذا حصل ضرر في اتخاذها فإنها لا ليست لازمة الحمد لله، رفعا للحرج عن الناس.